بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كنافة المحشية بطريقة بسيطة جدا. عندنا الاول حوالي كوباية سوداني، عليها حوالي نص معلقة كبيرة سكر، وهنطحن السوداني طحن خشن شوية سواء بيدينا او بالكبة بحيث يكون معانا بالشكل ده. بعد كده هنحطه في طبق. بعد كده عندنا 3 أو 4 عبوات بسكوت من اي نوع، وهنطحن البسكوت. وخلاص كده طحنا البسكوت بحيث تكون كمية البسكوت اللي عندنا نفس كمية السوداني، وهنضيف البسكوت على السوداني. هنضيف حوالي 1/4 كوباية من جوز الهند المبشور، وهنضيف رش الفانيليا، وهنقلب كله مع بعض كويس. نحط في الصينية حوالي 3 معالق كبار زبدة سايحة أو سمنة سايحة أو خليط من الاتنين مع بعض. بعد كده هنحط نص كمية الكنافة اللي عندنا، هنحطها شعر زي ما هي من غير ما نفرفتها من بعضها. وبعد ما نحط الكنافة، أي كنافة متكسرة هنحطها على الوش ونضغط، وهنحط رشة سمنة، وهنحط الحشو، وهنخلي شوية صغيرين من الحشو نبقى نرشهم على الوش. بعد كده هنحط باقي كمية الكنافة بنفس الطريقة اللي حطيناها بيها من تحت. بعد ما نحط كل كمية الكنافة هنحط عليها حوالي 2 معلقة زبدة أو سمنة زي ما قلنا، وبعد كده بنسخن الفرن على درجة حرارة 200، وبندخل الصينية على الرف الأول من تحت. وخلاص كده الكنافة استوت معانا، وبتاخد معانا في الفرن حوالي 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة لحد ما الجوانب بتاعتها تحمر وتحمر من تحت. بعد كده بنطفي عليها النار من تحت وبنشغل عليها الشواية لحد ما تاخد لون. بعد كده هنكون مجهزين حوالي 1/4 كوباية شربات بارد تقيل، والطريقة بتاعته الرابط بتاعها موجود في أول تعليق تحت الفيديو. هنقلب الكنافة وهنسقيها الأول من تحت، بعد كده هنقلبها تاني، نرش عليها باقي كمية الحشو اللي كنا شايلينها، وهنسقيها بباقي الشربات. وخلاص كده الكنافة جاهزة معانا، وبنسيبها لحد ما تبرد وبعد كده بنقطعها. وبعد ما بنقطعها بتكون معانا بالشكل ده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جداً.